بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فاين نيو كده وكوتلين فاين على طول، عشان نعمل اكزامبل لان احنا عايزين نتكلم عن انواع البيانات، نمسك كل نوع كده وناخد عليه مثال كده ونتكلم في بعض التفاصيل اللي تهمنا فيه. واحنا هنمسك المرة دي نوع من انواع البيانات الانتجر اللي هو بايت. البايت نوع من انواع النمبرز، احنا خدنا انواع كتير في النمبرز. البايت واحد اصغرهم اللي هو اكبر رقم موجود، صحيح هو 127، واقل رقم فيه السالب 127، واقل كده واكتر من كده ما بيشوفش، يبقى هو ده السمول انتجر، الارقام اللي هي الصحيحه الصغيره. فلو جينا عملنا فاريبل كده عشان نستخدمه من النوع بايت، فعملنا فاريبل نوعه نم، اسمه نم ونوعه بايت. نوعه بايت، وقلنا بيساوي، حطينا فيه قيمه وليكن 99، وبعد كده قلنا له برنت لاين يلا لينا النم دوت. فهقول له مثلا نمبر ايكوال ليترال، وجنبيها نعمل عامه الدولار ساين ونطبع النم دوت ونرن. لما نيجي نرن كده هنلاقي ان القيمه اتطبعت عالي جدا 99، يبقى شال الرقم، ما فيهوش مشكله، شال الرقم اللي هو على قده اللي هو في الرينج بتاعه، ان الرينج بتاعه. طيب لو جيت قلت اي نم بيساوي، وحبيت ازود الرينج اكتر من اللي موجود، خليته 300 مثلا، 300 دي اكتر من الماكسيمم بتاع 127، هتلاقيه اعترض وقال لي ده كمان ده رقم انتجر وانا مش قادر اي استوعبه. قلت له لو 99 في 2، قال لي برده مشكله ان الرقم ده انتجر وانا برده مش قادر استوعبه. قلت له طب خلاص ماشي. لو جينا عملنا ان النم بيساوي وقلنا له مثلا نم او مثلا 127 ماشي، ونعمل على سطر جديد مفيش مشكله، نعمل نم بتساوي النم هو يعني 127 بس نزود عليها واحد تبقى 128، طبعا هنقع برضه في نفس المشكله. خلاص، فاحنا لازم نفهمه ان العمليه اللي بتتم دي رغم ان فيها ارقام صحيحه انتجر يعني، بس هم على بعضهم عايزك تعتبرهم ان هم بايت. اقول له ازاي؟ يعني اقول له من اول قبل النم لغايه بعد الزائد دي كلها على بعضيها، عايز اقول له حولهم لي الى بايت او اعتبرهم لي بايت، فاقول له دوت تو بايت. فهو كده فهم ان ايه نم زائد واحد دي عباره عن ايه؟ عن البايت، وحطهم جوه مين؟ جوه النم. فاصبح هو فهم ان هي بايت كده 127، ومعانا واحد اسف كانت 126 هي اخر قيمه، وزود عليها واحد بقت 127، فطبعا النمبر بيساوي 127، ما عندوش اي مشكله. كويس جدا. امال لو كنت قلت زود 2 بعد 127 كده عدت الرينج بتاع الايه؟ بتاع البايت. هل هيجيب 128؟ لا ما عندوش، لكن هيجيب لك سالب 128، انه اعتبر ان الارقام مرصوصه عنده على شكل دايره ماشيه ازاي؟ من تحت كده 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لغايه 127، والناحيه الثانيه سالب 1 سالب 2 سالب 3 لغايه سالب 128. فلما عدى الرينج بتاع ال 127 نط على بعدها على طول سالب 128 سالب 127 سالب 126 الى اخره. يعني لما قلت نم بتساوي زائد 3، النم زائد 3 قال لي سالب 127، يعني عدى السالب 128 وبعد كده عدى السالب 127 وهيمشي كده بالعكس. خلاص، فخد بالك هو معتبرهم دايره وعمال يلف فيهم. فلو جينا جربنا كده مثال كمان من فايل كده ونيو كوتلين فايل وسميناه اكزامبل مثلا 10 المره دي ودوسنا اوكي، تعال نجيب المثال اللي فات زي ما هو، هنستخدم فيه شويه تعديلات بس مش عايز اضيع لكم الفايلات ديت. وقمت قايل تعال اشيل الجزء اللي تحتاني، قال لي فاريبل وسميناه نم ماشي، لا انا عايز اجيب الماكسيمم بايت. ايه الماكسيمم بايت؟ ان انا عايز اجيب اكبر رقم بيشيله بايت واقل رقم بيجيبه البايت بشكل اوتوماتيك لو انا مش عارف، او لو اي نوع. الطريقه دي تقدر نتبعها في اي نوع من انواع البيانات اللي احنا هنتعرض لها كمان شويه ان شاء الله. فعرفت فاريبل اسمه ماكس بايت، وعرفت فاريبل ثاني اسمه مينيمم بايت. وقلت له بايت دوت، هتلاقي فيه فاريبلز اساسيه زي الماكس فاليو والمينيمم فاليو، وعندك كمان السايز بالبايت والكلام ده كله. على العموم انا قلت بايت وناديت على على على, على, على الثابت اللي اسمه ماكس اندرسكور فاليو، وبرده عملت ثاني بايت وناديت على المينيمم اندرسكور بايت، فبقى عندي الفاريبل اللي اسمه ماكس بايت شايل اكبر قيمه ممكن يستوعبها النوع بايت، والمينيمم بايت شايل اقل قيمه ممكن يستوعبها المينيمم بايت. وعملت برنت لاين بسيطه جدا، عرفت ان الماكس بايت ايكوال، وناديت على الفاريبل بتاعي اللي هو الماكس بايت، وعرفت نفس الكلام تاني كوبي بيست على طول كده، قلت له مينيمم بايت وهيطبع هنا مين المينيمم بايت بتاعنا. تعالى نعدلها بس مينيمم بايت في الطباعه ونجرب كده ونعمل ران، فده هيطبع لي البرنامج. طبعا الفكره بتاعت ماكس فاليو والمينيمم فاليو هيطلع لي 127 سالب 122، تنفع معانا في انواع البيانات المختلفه. يعني لو انت في نوع عايز تعرفه وتايه منك او مش فاكره الحاجات دي ما بتتحفظش، ممكن تستخدم ماكس فاليو ومينيمم فاليو.